منين؟ من اليمن. من اليمن؟ ايوه يا جماعه اهو تعالى اهل اليمن اهو. رساله بقى للقدس، ممكن تقول لهم ايه لاخواننا في فلسطين؟ نقول لاخواننا في القدس احنا معكم قلبا وقالبا، وباذن الله باذن الله ونكون احنا العرب جميعا يد واحده، وباذن الله العيد الجاي ان شاء الله في داخل القدس باذن الله، ولن يكون لليهود قائمه على هذه الارض باذن الله. حماس حماسكم. طب لو الحدود اتفتحت هتروح؟ اقسم بايات الله ما في عربي زي ما بيجلس، مو انا بس. ادم ممكن اخذ من وقتك لحظه وانت بتصور كده؟ اتفضل. انت منين الاول؟ من غزه. من غزه. اصبر. طيب اتفضل. السؤال كالتالي، لو عاوزين نبعت رساله لليهود ممكن نقول لهم ايه؟ بعدين تصور انت. اول شيء انه مش هنستسلم، والانتصار حليفنا، ومهما طغوا تكبروا جبروا اهل غزه بالمرصاد لهم والمقاومه الفلسطينيه. طيب بامانه كده لو فتحوا الحدود هتروح تحارب؟ اول شخص اروح انا والدي شهيد و12 شهيد من العيله عندي. والروح تحضن هادمك عرس المنون. ربنا تقبلهم بالشهادة ان شاء الله. ان شاء الله. من وين؟ كلنا غزاز يا اخي. كلنا غزاز. لو فتحوا الحدود هتطلعوا على الغزة على طول؟ احنا حاربنا اول ناس، كنا على الحدود، بقينا على الحدود. أيوه هذا مدخوخ في رجله جاي يعمل عمليات. ارض ملكة بتشهد. من اليهود من غزة. مش واحد غزة ما حارب. يا شباب الله يرضى عليك. غزة فتحت حدود اول واحد. السلام عليكم. من وين؟ من الجزائر. الجزائر. ايوه الجزائر لازم. انا اعرف ان اهل الجزائر بيعشقوا فلسطين. صح. احنا مو نعشق فلسطين، احنا فلسطين الله اخر يعني آخر. حلو حلوه جدا. ايه طيب بيقولوا ان لو فتحوا الحدود هل انت كشخص اسمك الاول سيف الدين يا سيف، هل انت كسيف هتروح على فلسطين؟ هذه انا ما راح اقرر شو راح اترك ورايا وهيك. لما يفتح الحدود كاني داخل بيتي، يعني فلسطين كانها بيتي، ادخل على طول. انا احارب من اجل فلسطين بالمرتبه الاولى. اي واحد يوقف في طريقي يعني هو ضد فلسطين، انا احاربه مهما يكن جنسيته وعلمه مهما يكن. نحن معكم قلبا ورب، نحن معكم الى اخر قطره دم من عندنا، يعني من اخر جندي اسلامي جزائري عربي نحن معكم. ولو بقيت انا الوحيد في العالم جزائري اضحي بنفسي. بنتكب. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد كيف حالك؟ الحمد لله. محمد من سوريا. من سوريا؟ من إدلب. محمد من سوريا من إدلب. من سوريا الحرة. سؤال بيقول لو الحدود اتفتحت هتروح؟ 100% إن شاء الله. طبعاً طبعاً أكيد. بأمانة. والله. إن شاء الله. هتسيب حبيبتك وتركيا. هتسيب الدنيا كلها وروح. شو تم مقابل فلسطين؟ يعني هي الشيء جزء منا. من يوم اللي ولدنا تعلمنا وتربينا على فلسطين، ما نقدر نترك الشيء. طيب لو عايزين نبعث رسالة لليهود ممكن نقول لهم إيه؟ قولوا خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود. مثل ما قال والله. ان شاء الله قادمون وبقوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. افتحوا لنا الحدود. يا ويلهم من الله بس. رساله في الميدان. يا ويلهم من الله بس، ما فيني احكي الا غير هيك. منين؟ من لبنان. من لبنان. السؤال عايزينك تبعت رساله لاخواننا في فلسطين، ممكن تقول لهم ايه؟ اولا تحيه لكل الموجودين هون، نحن طبعا مع القضيه الفلسطينيه من قلبنا. القضيه الفلسطينيه قضيه حق، والشعب اللبناني معه. بوجه تحيه من هون لاهل غزه واهل القدس، بدعيهم ليشوفوا نحن كلنا معهم. يعني انا واحد من الناس، يعني طلعت من غزه من القهر تمام، وانا عارف شو هو الدمار والقصف اللي بيصير في غزه، لانه انا عشت مش حرب واحده، انا عشت ثلاث حروب تمام. يعني حرب 2014 قد ما كانت كثير قاسيه علينا، وبحكي مع اهلي عن الحرب هذه اللي صارت، يعني اقسى عشت المر يعني ودقت، يعني انا دقت المر، وانا اصلا اتصابت وتعرضت لاصابه يعني من الاحتلال الاسرائيلي. بس ايش بدنا نعمل؟ طب لو فتحوا الحدود يعني ترجع ثاني؟ انا كفلسطيني اصلا انا بحارب، انا في ايش يعني، انا هاي لما ارفع العلم انا بحارب. فهمت كيف؟ بنضلنا احنا فلسطينيه وقضيتنا. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القضاء، وباذن الله راح تتحرر القدس من وراء المصريين الامثالك وامثال الاردنيين وامثال كل الشعب الوطن العربي. تسلم على راسي. تعال تعال. منين؟ منين؟ انا من سوريا، من مدينه تدمر. اسمي احمد الغزول. بص يا احمد، لو عايزين نبعث رساله لاهلنا في فلسطين ممكن نقول لهم يا احمد؟ اول شيء بسلم على كل اهل فلسطين وبهنيهم. نيالكم انتم فلسطينيين، انتم صاحبين بلد بشاره الرسول، انتم وصيت الرسول. الله ان شاء الله ينصركم، وان شاء الله القدس هتتحرر اليوم قبل بكره. طب لو فتحوا الحدود يا احمد بامانه كده تروح فلسطين وتحارب؟ هلا اذا فتحوا بروح، ماشي بروح انا على القدس. الله عليك. لو قلت لي روحي فداك، لو وجدتني ارعى خطاك، يا حب لا تنسى هواك. انت اخو شهيد.
كلامك. أخوك شهيد؟ والله. منين؟ من غزة أنت صح؟ نعم. استشهد إمتى؟ مسيرة العودة. في مسيرة العودة. كنا نروح على الحدود ونولع كواشيك وغم حجار عليهم. أو لو أخوك بيسمعك دلوقتي ممكن تقول له إيه؟ لو يفتحوا الحدود بدنا نروح نجيب حقه ونلبس الغام ونفجر حالنا فيهم. نجيب حقه. الله الله ينور عليك. تسلم. اخو شهيد اهو ربنا يتقبله في شغله يا رب. انا ببسل رساله لاهلي لبابا وماما واهلي في غزه. اهلك في غزه حاليا؟ إيه كلهم في غزه، انا لوحدي هنا. ببسل رساله ليهم. اخبرهم ايه هناك؟ وضعهم صعب جدا لانه القصف وكده من العدو الاسرائيلي ليهم، ويعني اخواتي وقرب وصحابي فقدنا ناس كتير. قد ما بدنا نوصل مش هنعرف نوصل ليهم رساله، بنقول ربنا يحفظهم ويحميهم من العدو الاسرائيلي. ربنا يتقبل يا رب ويحفظهم. من السودان. من السودان؟ ايوه. في سؤال بيقول لو فتحوا الحدود، انت اسمك رزان صح؟ ايوه. انت كرزان هتروحي تحاربي ضد اليهود؟ طبعا. بامانه؟ طبعا طبعا. تفكير وهنحرر فلسطين ان شاء الله باذن الله. اخواننا في فلسطين احنا ان شاء الله، بس تسمح لنا الفرصه، بس ان شاء الله يعني بكل ما نملك والله يعني رحنا فداء ليهم ان شاء الله. رسالتنا واصله باصواتنا بالسوشيال ميديا، يعني فلسطين ستتحرر، ستتحرر باذن الله. اقول لهم ان احنا كلنا واقفين معاكم وكلنا بنفكر فيكم كل لحظه وكل ثانيه، وكلنا نفسنا فعلا كل الحدود الوقفه ديت كل يعني الحدود تتفتح بس ونيجي نساعدكم باكتر حاجه ممكنه، واحنا بنعمل اللي نقدر عليه. بالنسبه لنا نحن والذين نعيش خارج فلسطين، يجب علينا ان نساند وان ندعم اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي المسجد الاقصى. ربنا يثبتكم وسلام لاهل غزه كلهم. ان شاء الله هيك النصر هيكون قريب، وبقول لاهلي وابوي وامي هناك في غزه. في غزه ان شاء الله هيك اصبروا. انا من نص ساعه كلمت امي، الوضع هناك صعب وبتعيط كانت، وان شاء الله بوجه رساله لنتنياهو انه ابو عبيد سيحرق تل ابيب ان شاء الله، وان شاء الله هذه حرب ستكون قاضيه عليهم. ربنا يصبرهم ويصبر اهلك يا رب. حبيبي محمد. حبيبي يا غالي، في رعايه الله حبيبي. لك يا حبيبي، مع السلامه. لا يا عم. ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي مصطفى. مصطفى؟ انت منين يا مصطفى؟ سوريا. سوريا؟ ايه. تحب القدس؟ ايه. بامانه. طب انت ليه واخد على مين؟ والله القدس كتير بحبه. عشان كده شايل على مين في ايدك؟ عشان القدس انا كمان شيلته. طب لو قالوا ان في تطوع للجيش في القدس عشان تحارب ضد اسرائيل هتروح؟ ايه. والله؟ والله. حبوس. ازيك يا غالي عامل ايه؟ تجمعنا اليوم هنا في مسجد الفاتح لكي نوصل رسالة عربا وعجما إلى إسرائيل أننا موجودين، وإن شاء الله النصر سيأتي بوجود هذا الشباب والجيل القادم إن شاء الله سيأتي، وفلسطين حرة إن شاء الله.